السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا النهاردة بيقول: فتاة تسأل، تقدم لخطبتي شاب بخيل فرفضت الخطبة منه، فهل يحرم علي ذلك؟ وللإجابة عن هذا السؤال نقول: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا هنا احنا نتشوف، بمعنى بنحب ونحث على الخطبة، الشاب للفتاة والفتاة تخطب من الشاب للزواج، للإعفاف، لتكوين الأسرة، مطلوب. ومطلوب ألا نتعنت مع بعضنا البعض، يعني البنت ما تتعنتش مع الولد، ولا الولد يتعنت مع البنت، ولا الأسرتين يتعنتوا مع بعض. ولكن السؤال بيقول، البنت بتقول: أنا عرفت إن هو بخيل، إذا تأكدت إن هو بخيل من أسوأ الأدواء والأمراض في الرجل أن يكون بخيلا. ليه؟ لأن مطلوب منه النفقة على الزوجة وعلى الأولاد، وقد يبخل عنهم، يعني لا ينفق عليهم، ومن ثم ستعيش في كرب إلى أن تموت أو يموت هو. ولذلك بنقول من أولها: إذا تأكدت أنه بخيل فخيرا فعلت عندما رفضته، ولا يحرم عليها ذلك، والله أعلم.